من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العلي العظيم. هناك مشاكل لعامة الناس، وهناك مشاكل لفئات من الناس. أصحاب النعم الكثيرة عندهم مشكلة كبيرة، وهي أنهم بسبب كثرة النعم لا يستفيدون من النعم بالصورة التامة الصحيحة. طبيعة وفور النعمة أن الشخص لا يستفيد من النعم بصورة صحيحة، بصورة تامة، إلا النادر من الناس. شخص عنده قليل من الطعام فقط، هذا الشخص يأكل هذا الطعام إلى الذرات الصغيرة. شخص آخر عنده أنواع من النعم وبكثرة، عادة ما هذا الشخص لا يستفيد من الطعام بصورة تامة، بصورة صحيحة. طبيعة وفور النعم هذه. نحن الشيعة نعاني من هذه المشكلة لوفور النعم، لأننا نملك نعما كبيرة وبكثرة، عندنا نعمة الولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه النعمة العظمى، من عنده هكذا أئمة؟ عندنا نعمة الكلمات النورانية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبكثرة. من من الناس، من من الأمم عندهم حكم بمقدار ما عندنا، وما عندنا ليست حكم فقط، أنوار. كلمات أهل البيت أنوار. كم كلمة عندنا من أهل البيت؟ كلمة واحدة، عشرة، مئة، عشرات الآلاف من الكلمات النورانية. وفور، وفور في كلمات هي أنوار. نتمكن عادة أن نستفيد استفادة تامة من هذه الكلمات؟ عادة لا. مشكلة الوفور.
بالإضافة إلى الكلمات النورانية عندنا مخزون كبير ضخم عظيم من السيرة العملية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. توجد أمة عندها أسوة، عندها قدوة مثل أئمتنا، قدوة عملية في شتى مجالات الحياة، من الأمور العادية إلى الأمور المهمة إلى الأمور التي هي أهم إلى الأمور الأخروية. سيرة أهل البيت، طريقة أهل البيت، هذه أنوار أيضا. وقس على ذلك أمور أخرى وأخرى. هذا الوفور في النعم الكبيرة جعلتنا لا نستفيد استفادة تامة صحيحة من هذه النعم. سقطنا في هذه المشكلة. وهذا ما يعترف به ويقول به الآخرون بكثرة، قضايا كثيرة توجد في هذا المجال، اعترافات من المنحرفين عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأن الشيعة يمتلكون نعم كبيرة جدا. هناك نقاشات عديدة بين علماء الشيعة وبين قساوسة النصارى، بعضها أصلا كتبت وسجلت، لعل بعضكم حضر بعض هذه النقاشات. في العديد منها، إن لم أقل الكثير منها، في العديد منها القس النصراني في مقطع من النقاش يعترف بأن الشيعة يمتلكون أشياء عظيمة جدا، بل يعترف بأن ما يملكه الشيعة هو أفضل مما يملكونه هم. قضية واضحة، القضية معادلات طبيعية واضحة. القضية الشخص عندما يرجع إلى هذه الكلمات يرى النور حتى لو لم يكن مسلما. النصراني عندما يرجع إلى نهج البلاغة يرى النور، عندما يرجع إلى الصحيفة السجادية يرى النور حتى لو كان نصرانيا، يدركون ويعرفون أنهم لا يملكون مثل هذه الأشياء. عندما يقرأ سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يرى أهل البيت أناس استثنائيين حتى لو كان لا يعتقد بإمامتهم. أحد علماء الشيعة في نقاشه مع واحد من قساوسة النصارى، جزء النقاش الذي يدور عادة المقارنة المقايسة بين شخصياتنا المقدسة وشخصياتهم المقدسة، هذا شيء طبيعي في أي نقاش بين أبناء دينين أبناء مذهبين، هذا الشيء يحدث عادة، جزء النقاش هذا المقارنة بين الشخصيات المقدسة لهم والشخصيات المقدسة لنا. في هذا المقطع قال ذلك القس النصراني لهذا العالم الشيعي، قال له: مثالنا ومثالكم مثال بائعي فواكه. بائع فواكه عنده نوع واحد من الفواكه الجيدة، يأخذها يغسلها ينظفها يجعلها في صناديق جميلة، ديكور المحل ديكور جذاب، الإضاءة إضاءة جيدة، رائحة المحل تكون رائحة مريحة. بهذا الوضع يبيع هذه الفاكهة بسعر لا هو سعر عالي لا هو سعر رخيص، بسعر معقول. هذا واحد، هذا يبيع فواكه بهذه الصورة. بجانبه بائع لفواكه عنده أفضل أنواع الفواكه، ولكن لا ديكور المحل ديكور شيء، لا الإضاءة إضاءة جيدة، لا يغسل هذه الفواكه، لا يرتبها ويفرزها، يجعل بعضها على بعض. بهذه الصورة يبيع الفواكه. أنت تريد أن تشتري فاكهة، يقول هذا القس النصراني لهذا العالم الشيعي، أنت تريد أن تشتري فاكهة، تشتري من أيهما؟
حتى لو كانت فواكه هذا البائع الثاني أفضل من فاكهة البائع الأول، وحتى لو كان السعر أرخص تذهب إلى البائع الأول تشتري منه، عادة هكذا. هذه الأجواء مؤثرة. ثم قال له، قال نحن عندنا شخصية مميزة واحدة هو عيسى بن مريم، وهذا الشخص العظيم الذي الكل يعترف بعظمته، هذا الشخص قتل حسب زعمهم طبعا، قتل مظلوما، صلب حسب زعمهم. نحن ملأنا الدنيا، ملأنا العالم بالصليب الذي هو علامة لمظلومية عيسى بن مريم، ملأنا الدنيا بالصليب، في كل مكان يوجد الصليب، أعلنا إعلانا لكل البشر أن عيسى بن مريم حسب زعمهم قتل مظلوما. نحن عندنا واحد عيسى بن مريم، وأنتم الشيعة عندكم 14 مثل عيسى بن مريم. طبعا أنا أقول أفضل من عيسى بن مريم، هو يقول مثل عيسى بن مريم، طبقا لأدلتنا الكثيرة هم أفضل، أفضل من جميع الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أفضل من جميع الأنبياء. هو يقول أنتم عندكم مثل عيسى بن مريم 14 شخصا، وخصوصا الحسين بن علي الذي قضية مظلوميته، قضية مقتله وهو مظلوم، أفجع بكثير من مقتل عيسى بن مريم حسب زعمهم من أن عيسى بن مريم قتل. قضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أفجع بكثير بكثير من تلك القضية، ولكنكم، هذا القس النصراني يقول للعالم الشيعي، ولكنكم لا تعرفون كيف تستفيدون، حسب تعبيره لا تعرفون كيف تسوقون، هو هكذا يقول، كيف تسوقون قضية الحسين، لا تعرفون كيف تعلنون عن مظلومية الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه. طبعا التسويق، هذه الكلمة كلمة سيئة، أنا لا أرضاها، معناها معنى سيء. عادة هذه الكلمة تستخدم في الأمور الدنيوية المادية، إلا أن يكون قاصدا المعنى الأعم. نحن لا نسوق، لا نسوق الأمور المقدسة، أكثر الحكومات تسوق حتى المقدسات لمصالح دنيوية خاصة، لمزايا تريد أن تحصل عليها. كثير من الناس أيضا يصنع والعياذ بالله تعالى، يسوقون، ولكن أنا لا أقول نسوق، أنا أقول كيف نستفيد من اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أمور كثيرة، أنا أذكر لكم ثلاثة أمور. أولا، كيف نستفيد من هذا الاسم الشريف، من اسم الحسين عليه الصلاة والسلام، لتحصيل غفران الذنوب؟ من منا لا يريد أن تغفر ذنوبه؟ الاقتراب من هذا الاسم الشريف، خدمة شعائر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الوقوف للشعائر الحسينية المقدسة، هذه كلها حسب الروايات العديدة العديدة الكثيرة الكثيرة المتواترة، هذه توجب غفران الذنوب. أصلا بالنسبة إلى بعض الشعائر كالزيارة بالذات، توجد بعض الروايات الشريفة أدنى ما يحصل، مضمون الرواية أو لعله نص الرواية الشريفة، أدنى ما يحصل عليه زائر الحسين أن تغفر ذنوبه، هذا أدنى شيء، الأعلى ما هو. الإنسان يخدم سيد الشهداء بهدف أن تغفر ذنوبه؟ لا، لا يوجد أحد من المؤمنين، لعله أندر من النادر، أن يعمل عملا حسينيا لكي تغفر ذنوبه، لا. المؤمن
يخدم قضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لحبه لسيد الشهداء. الحب لعل الكلمة أصلا كلمة صغيرة، شيء أعلى من الحب. اسم الحسين عليه الصلاة والسلام مكتوب من قبل الله سبحانه وتعالى على قلب المؤمن. أصلا طينة المؤمن، طينة أرواح المؤمنين من أي شيء؟ من فاضل طينة أبدان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما في الرواية الشريفة. أبدان أهل البيت الطاهرة مخلوقة من أعلى عليين، أرواح المؤمنين مخلوقة من أدنى عليين. المؤمن يخدم المولى قضية سيد الشهداء، يبكي على سيد الشهداء حبا له. الشاعر يقول مجبور في حبه ولا أشوفه بطوعي. أنا طبعا لا أقول مجبور في حبه، أنا أقول مجبول على حبه. مخلوق المؤمن مخلوق على حب الحسين عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الأثر يحصل بصورة طبيعية، الذي يمشي في هذا الدرب يحصل على غفران الذنوب. كيف نستفيد من اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لغفران الذنوب؟ هذا الشيء الأول. الأمر الثاني وهو أهم من الأمر الأول بكثير، كيف نستفيد من هذا الاسم الشريف لتحقيق هدف الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ الإمام سيد الشهداء لماذا خرج ليقتل؟ لهدف. ما هو هذا الهدف؟ في زيارة الأربعين تقرؤون إن شاء الله بعد لعله شهر تقريبا، يتشرف المؤمنون إن شاء الله بزيارة المولى سيد الشهداء، جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم. في زيارة الأربعين نقرأ: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا هدف سيد الشهداء. كيف نستفيد من اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لتحقيق هدفه؟ الشعائر الحسينية كلها لها تأثير كبير في هداية الآخرين إلى طريق أهل البيت، ولكن هناك نقص موجود. الشعائر الحسينية نصف القضية. الشعائر الحسينية بحاجة إلى تكملة، بحاجة إلى نصف ثاني. ما هو هذا النصف الثاني الذي إن جعل مع الشعائر الحسينية، هذه الشعائر الحسينية تهدي ملايين وملايين وعشرات الملايين من الناس إلى طريق أهل البيت، بل مئات الملايين من الناس. هذا النصف الثاني الذي نفتقده كثيرا ما هو تفسير الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية ممارسات عملية عادة، الممارسة العملية لها تأثير، ولكن تأثير الممارسات العملية في هداية الآخرين ضعيف عادة. كل الممارسات العملية هكذا، كل الشعائر الدينية هكذا. يعني الصلاة مثلا، الصلاة من الشعائر الدينية، صلاة الجماعة من الشعائر الدينية، حج بيت الله الحرام من الشعائر الدينية، ليس هكذا؟ الصلاة لا تهدي الناس عادة إلى الإسلام، هو يراك أنت تؤدي أعمالا معينة. ما هو تفسير هذه الصلاة؟ لا يعلم. الصلاة شعيرة، صلاة الجماعة شعيرة، الحج شعيرة، هذه الشعائر تهدي الناس إلى طريق الإسلام عادة لا، إلا القليل من الناس الذي هو يفكر، الذي هو يتتبع. أكثر الناس ليسوا هكذا. الحج بحاجة إلى تفسير، الصلاة بحاجة إلى تفسير. إن جعل التفسير مع الصلاة هذه الصلاة تكون مؤثرة في الناس. لماذا نصلي؟ لماذا هذه الأعمال؟ لعله، أنا لا أقول، الفقهاء يقولون من أفضل الشعائر الإلهية هي الشعائر الحسينية، هذه من أفضل شعائر الله. الشعائر الحسينية لها ميزة من بين الشعائر الدينية، أنها ترتبط بعواطف الناس، ولذا هي الشعائر الحسينية تهدي الناس. الشعائر الدينية عادة لا تهدي، أما الشعائر الحسينية لأنها مرتبطة بالعواطف هي تهدي. ولكن هداية الشعائر الحسينية للناس
هداية ناقصة، يعني لقليل من الناس. لعل الشعائر الحسينية لو أفردت لوحدها تهدي 10% من الناس، 20% من الناس، إن نشرنا شعائر الحسينية فقط. أما إذا جعلنا مع الشعائر، مع الشعائر الحسينية، إن جعلنا مع الشعائر الحسينية تفسير هذه الشعائر، شعيرة التطبير، ننشر هذه الشعيرة للعالم، لعله بالفعل هي شعيرة مرتبطة بالعواطف، حركة عجيبة، هذه الشعيرة هي تهدي بعض الناس، ولكن لعلها تهدي 20% إن نشرناها في كل العالم. أما إن أضفنا إلى شعيرة التطبير تفسير شعيرة التطبير، لماذا هؤلاء يطبرون؟ لماذا هؤلاء يجرحون رؤوسهم؟ لأن هذا الشيء حدث بشخصية مقدسة قديسة، بشخصية عظيمة إلهية قبل سنوات طويلة، لأن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام خضب بدمه الشريف. إن جعل هذا التفسير مع هذه الشعيرة، تأثير هذه الشعيرة في هداية الناس في تحقيق هدف سيد الشهداء ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، يكون تأثيرا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنك بهذين معا، بالشعيرة وبتفسيرها، أوصلت الناس إلى سفينة الحسين. خلص اتركه، أنت عليك أن توصل الناس إلى سفينة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هو يهتدي، أكثر الناس يهتدون إن وصلوا إلى الإمام الحسين، إن عرفوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يهتدون، قل من الناس المعاندين يبقون فقط. الذي يؤدي التطبير أو أي شعيرة حسينية، هذا يؤدي واجبه، الباقي علينا. هو أدى نصف القضية، أنا وأمثالي علينا تأدية النصف الثاني، تأدية تفسير هذه الشعيرة. هذا على الخطباء الكرام، هذا على العلماء، هذا على أصحاب الإعلام، الإعلاميين من المؤمنين، هذا تكليفهم. أن هذه الصور، هذه المقاطع من الفيديوهات، هذه الأفلام التي تصنع، هذه ينشرونها إلى كل العالم ويفسرونها للعالم. عند ذلك ترى أن هذا الهدف المقدس للمولى سيد الشهداء يتحقق، الاستفادة، نستفيد من اسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لتحقيق هذا الهدف، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. والحق أقول أن قول ذلك النصراني القس كلام صحيح، قليل ما نستفيد من هذا الاسم العظيم الذي له قابلية هداية كل الناس، قليل من هذا الاسم نستفيد. إخواني، بعض الأشياء نحن لا ندركها، نحن ولله الحمد وله المنة الكبيرة علينا، ولدنا في أجواء إيمانية، ولدنا من أبوين مؤمنين، منذ نعومة أظفارنا كنا نحضر برفقة الأولياء، أولياء الأمر، كنا نحضر في مجال السيد الشهداء، منذ صغر سننا كنا نسمع يا حسين، الآباء والأمهات كانوا يلبسوننا السواد في أيام عاشوراء، كنا ننظر إلى الشعائر الحسينية. هذه المناظر، هذه الأمور أصبحت لنا مألوفة، نحن بهذه الأجواء الإيمانية الروحانية أصلا لا ندرك معنى حيرة الضلالة، لا نفهم يعني ماذا شخص متحير في دينه، لا نفهم يعني ماذا. هذه مشكلة للآخرين. المنحرفون عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعانون من هذه المشكلة، والله إنها المعاناة، هذه المعاناة. ضائع وسط الصحراء لا يعرف أين يذهب، هذا ضياع، هذه حيرة. أنا ما عندي حيرة، لا أفهم يعني حيرة الضلالة يعني ماذا. هو عنده حيرة الضلالة، هو محتار، هو يتبع العجل والسامري، هو يتبع فلان وفلان، هو أيضا عنده عاقل، هو أيضا يقيس، هو أيضا يتحير، لماذا هذا صنع كذا، لماذا هذا الجاهل هكذا، يعاني من الحيرة. هو أنت لا تعاني من الحيرة أصلا، من الذي يلزم أن يهدي هؤلاء إلى سفينة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ نتوقع من النواصب أن يهدوا هؤلاء إلى سفينة سيد الشهداء أم نحن؟ هذا تكليف من؟
عندنا أشياء عظيمة، عندنا اسم الحسين، اهده إلى هذا الاسم الشريف بالصورة الصحيحة بالشعائر الحسينية وتفسيرها، يهتدي. هذا واجبنا. أنا وضعي جيد، الناس ليموتوا من الجهل، ليموتوا من الضلالة، هذا غير صحيح عمليا. بعضنا هكذا يقول عمليا، لا أقول لسانا. لا عليه بالضالين، لا، هذا تكليفنا، هذا واجبنا. هذه الاستفادة الثانية من اسم الحسين عليه الصلاة والسلام. الاستفادة الأولى تحصيل الغفران، وهي الاستفادة الدانية. الاستفادة الثانية الاستفادة من اسم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الشعائر الحسينية تركيزها في أيام عاشوراء، هذه العشرة أيام، طبعا هي في كل أيام السنة، ولكن من الآن إلى السنة القادمة، إلى بداية محرم القادم، يلزم أن نستفيد من هذه الشعائر الحسينية التي أقيمت استفادة ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا ثانيا. الاستفادة الثالثة وهي الأهم، بل هي أهم استفادة من اسم الحسين عليه الصلاة والسلام. أهم شيء يستفاد من هذا الاسم الشريف هو أن نجعل هذا الاسم الشريف العظيم طريقا، سببا لتعجيل فرج حفيده المنتقم له. صلوات الله وسلامه عليهما. نتمكن أن نؤثر بهذه الشعائر الحسينية المقدسة بالاشتراك فيها أكثر كمًا، والأهم كيفًا، بتعلية درجة الإخلاص في الاشتراك في الشعائر الحسينية. الله سبحانه وتعالى يرحم العباد، ولكن العباد يلزم أن يمشوا في هذا الطريق، يلزم أن يظهروا. الله سبحانه وتعالى أرسل من المعصومين 13، الناس ما عرفوا قدرهم، خلص أخذ 14 غيبه عن الناس. إن كان عملنا صحيح، إن أبدينا مظهرا صحيحا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرسل بأعمالنا. كلامي عن الشعائر الحسينية المقدسة، كيف نرفع اسم الحسين عليه الصلاة والسلام عندما يظهر الإمام أرواحنا فداه؟ كيف نفديه بأرواحنا؟ عندنا حالة تفدية في طريق سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إن أبدينا ذلك، إن وقفنا وقفة جادة، وقفة حقيقية للشعائر الحسينية، هذا إظهار لله سبحانه وتعالى بأنه إلهنا، نحن نقف للإمام. أما إن تركناها عمليا، ثانيا قولا، الدعاء، الدعاء بماذا؟ إخواني حقا أقول عجيب، تعودنا ولكن عجيب، عندك اسم الحسين عليه الصلاة والسلام لا تتمكن أن تقسم على الله عز وجل لتعجيل فرج حفيده، أليس غريبا؟ هذا الاسم العظيم، أنا لا أقول أقسم على الله عز وجل ونقسم على الله عز وجل بالحسين، هذا القسم جدا جدا عظيم، أقسم على الله عز وجل باسم الحسين، هذا القسم عظيم على الله عز وجل أم لا؟ هذا الاسم يفتح أبواب السماء أم لا؟ هذا الاسم الذي توسل به أنبياء الله العظام إبراهيم الخليل، أفضل أنبياء الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، توسل بهذا الاسم. موسى بن عمران كليم الله، هذا الرسول العظيم توسل بماذا؟ بهذا الاسم الشريف. نوح توسل بماذا؟ بهذا الاسم الشريف. في أي قضايا؟ في قضايا عادية؟ لا، في قضايا عظيمة. نوح توسل بهذه الأسماء المباركة لحفظ البشرية، البشرية أوشكت على الغرق، كيف توسل موسى بن عمران؟ توسل باسم الحسين
صلوات الله وسلامه عليه. عندنا هذا الاسم الشريف لا نتمكن أن نقسم على الله عز وجل بهذا الاسم الشريف لتقريب فرج الإمام، ليس غريبا؟ الله عز وجل مجيب الدعوات، فكيف إذا قدمنا هذا الاسم الشريف، هذا الاسم العظيم على الله، العزيز على الله عز وجل؟ الله في القرآن الكريم يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في حديث صحيح السند في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية المباركة يقول: والله نحن الأسماء الحسنى. الإنسان يدعو بهذا الاسم الشريف، يدعو لتعجيل فرج الإمام. هذا الدعاء يؤثر؟ نعم يؤثر، كيف لا يؤثر هذا الدعاء؟ مظهر جميل جدا وشائع جدا تقريبا في كل المجالس، بعد البكاء على سيد الشهداء الناس يدعون، هذا مظهر جدا جميل. ولكن القضية ليست خاصة بالبكاء، كل الشعائر يلزم أن تكون هكذا. بعد اللطم على سيد الشهداء أيضا يلزم أن ندعو، هذا وقت استجابة الدعاء. بعد التطبير أيضا يلزم أن ندعو، هذا وقت استجابة الدعاء. بعد الإطعام باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يلزم أن ندعو. بعد المشي على الجمر باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يلزم أن ندعو. في كل الشعائر الحسينية يلزم أن يكون هناك دعاء، ويلزم أن يكون هناك تركيز على هذا الدعاء. كل الأدعية مهما كانت مهمة بالنسبة إلى هذا الدعاء لا شيء، لا شيء. الدعاء بتعجيل فرج الإمام. أصلا أحيانا، أقول أحيانا، بعد أدائك لشعيرة حسينية مقدسة فقط أطلب هذا الطلب، فقط 10 مرات 20 مرة قل: اللهم عجل لوليك الفرج. لا تطلب أي طلب ثاني أحيانا على الأقل. وإن طلبت أشياء ثانية فأول شيء أطلب هذا الطلب. بعدما تبكي على سيد الشهداء أول طلب أطلب هذا الطلب. نستفيد من هذا الاسم الشريف لهذه القضية الهامة. هناك مصاديق كوضع النقاط على الحروف لهذه الأمور الثلاثة، قد نقف لعله في وقت آخر على تلك المصادق. إلى هنا بحق اسم الإمام الحسين الشريف، إلى هنا بمظلومية الحسين، إلى هنا نسألك بغربة الحسين، نسألك بمصائب الحسين، تلك المصائب التي عجز كل الخلق أن تحمل مثلها إلا المعصومون 14. إلهنا أقسم عليك بدم الحسين الطاهر، اللهم عجل فرج المنتقم لآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا بحق اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين، انتقم ممن قتل الحسين، انتقم ممن رضي بقتل الحسين، انتقم ممن عاد الحسين، انتقم ممن خالف الحسين بظهور الحجة. اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه
وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.